السلام عليكم ورحمة الله. بلد الأنهار والبحيرات ورئت أوروبا، كانت أول من اعترف بالبيتكوين كعملة للتعامل الإلكتروني، وسبقت بهذا كل من أمريكا وأوروبا وكل دول العالم بلا روسيا. البلد الذي يمر فيه أكثر من 20,000 نهر و 11,000 بحيرة، ولا يوجد فيه بحر ولا جبل واحد، فماذا تعرف عنها؟ تعد أول دولة بالعالم اعترفت بعملة البيتكوين كعملة للتعامل الإلكتروني رسمياً. تشكل الغابات اللي انتم شايفينها وراي من قدامي من كل الجهات 38% من مساحتها، فلهذا استحقت بذلك لقب رئة أوروبا. طورت بها أشهر الألعاب، حتى أنها قد طورت بها او طور بها وورد اوف ذا سانكس اوف بالانجليزي يا مرسي تانكس، وورد اوف تانكس، لعبه وورد اوف تانكس. واذا تجاوزت الحدود هذه الدوله ستلاحظ النظافه التي ستذهلك لتميزها عن كل بلد قد مررت به مسبقا، كما لن تنزعج كل عام من انقلاب توقيت الصيفي والتوقيت الشتوي وتاخر ولا تقدم الساعه، فهنا توقيت واحد فقط. وإذا كنت أما فتعد فترة الأمومة 3 سنوات مدفوعة الأجر. عام 2014 صنع بها أكبر شاحنة بالعالم بطول 8 أمتار و70 سنتيمتر، وبقدرة على حمل 50 طن. أما بالنسبة للسعر فخلونا ساكتين، لأنه أنت بتعرفوا راح يكون السعر مش قليل. في محافظة فيتيبسك توجد مدينة اسمها بولتسك، والتي تعد قلب أوروبا جغرافيا، لكن بالرغم من كل هذا تعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا يزال حكم الإعدام موجود بها. بس هذه كل المعلومات اللي حبيت أحكي لكم عن بيلاروسيا، وهنا بتكون الرحلة انتهت. إذا كان لديك أي سؤال أو أي استفسار اكتبه في التعليقات، أو تواصل معي من خلال الرقم الواتساب الظاهر عندك على الشاشة.